فرحة كبيرة هنا في الصالة بعد تتويج سارة بالميدالية الفضية، إنجاز رائع، فرحة كبيرة، فرحة مصرية كبيرة، مصر كلها النهاردة بتفرح بالميدالية. مبروك يا باشمهندس رئيس الاتحاد مع الوزير، ألف مبروك لسارة ومصر كلها. مبروك لمصر وللعرب كله، مبروك. فرحة كبيرة النهاردة بالتتويج بالميدالية الفضية، مبروك لمصر كلها النهاردة، فرحة كبيرة النهاردة طبعا بالتتويج بالميدالية النهاردة، إنجاز كبير إن شاء الله بيضاف لمصر، وإن شاء الله في انتظار كمان ميدالية أخرى من أحمد الجندي. مبروك يا باشمهندس مع الوزير، مبروك. Quelque chose de magique. Sara, تعالى هنا. ألف مبروك يا سارة. ألف مبروك الميدالية.